صعب أن يرضيك شرطي. صعب أن يرضيك شرطي. شوية لو سمحت. تطلبين منك أدنو، تبتغين القرب مني، كي أراعيك وأحمو، تبتغي شعري وفني. لو دنوت لابتعدت، ربما أكثر هجرت، فأنا حبي ممل، صعب أن يرضيك شرطي. ومع الشاعرة الرائعة الراقية الأستاذة مشيرة أبو السعود. السلام عليكم. طبعا عزويني الاول عشان انا تعبانه وعندي برد، فرحب بحضراتكم جميعا طبعا، وبشكر جدا استاذ رزق محمد استاذ محمد هودة على الدعوه الكريمه، وبشكر الاستاذ جمال عينر على التقديمه الجميله دي بجد. هقول لكم حاجه النهارده كده خفيفه عشان ما اخدش وقت كتير. انا حلمي بجد بسيط، أكون جنبك وأكون وياك، ولو طال الزمان بيا وطال عمري هعيش معاك، ولو جمع النصيب بينا أنا أتمنى حياتي معاك تكون جنة، هدوء وأمان لا فيها دموع ولا أحزان. يا أحلى قلب أنا حلمته، يا أطيب قلب أنا قابلته، من بين رجال الكون أنا اخترتك أكون ملكك، تكون ملك على عرشي وأنا أمرتك. أنا حساك وصعب أحس أنا بغيرك، أنا عارفاك ومهما قالولي مش هسيبك، ومهما حولوا لفراقنا، ومهما حربوا أشواقنا، ومهما شوهوا روحك بكل ما فيا بتمناك. أنا مش بس حبيتك ومجنونة بيك، أنا عشاك يا رأي ملاك. يا بختك.